بنرحب بحضراتكم مرة تانية، وخلينا بس قبل ما نعلق على المشهد ده، احنا معانا ضيفتنا النهاردة الأستاذة سمر الدسوقي، وهي رئيس تحرير مجلة حواء، وهتكون معانا في الفقرة دي، وده بناء طبعا على قائمة التغييرات اللي شاهدناها كلنا وشهدتها المؤسسات الصحفية، ده كان امبارح. وكمان هنا هنتكلم بقى عن التفاصيل كلها، بس اسمحوا لنا واسمح لنا برضو أستاذة سمر، طبعا صباح الخير في البداية. نحن محتاجينك معانا أصلا، محتاجين كل الناس معانا في المشهد ده بقى يا حسام اللي احنا شايفينه من الاسكندريه، تحديدا من حي الازاريطة. احنا امبارح يمكن حضراتكم يمكن الصوره انتشرت على الفيسبوك وكل واقع التواصل الاجتماعي لبرج في اسكندريه مكون من 12 طابق. انت عارفه طبعا اسكندريه شهيره بحوادث انهيار العقارات وكده، لكن بص حضرتك المشهد وتابع معانا، البرج انهار بشكل غريب جدا، يعني اصبح انهار على العماره اللي قدامها، لم ينهار بشكل كامل يعني ما تفتتش او ما تدمرش، لكنه مال بكله طوابقه على طبعا العماره اللي قدامه، وتم اخلاء العماره وتم اخلاء العماره المجاوره، واللي فهمنا ان المحافظه كمان اتخذت اجراءات قفلت طبعا ما يتعلق كل بالغاز وما يمكن ان يؤدي الى تفاقم الموقف بشكل او باخر، فاصبح عندنا عمارة الأزاريطة المائلة زي برج بيزا المائل كده. صباح الخير طبعا عليك وعلى كل السادة المشاهدين، وكل سنة وانتم طيبين، على الرغم ان احنا يعني بنعلق يعني على حادث غريب ومؤسف، بس اسمحوا لي أصل أقول لكم أصل حاجة، سواء بالنسبة للمشهد ده أو غيره من الحاجات النظيرة اللي احنا أصل بنشوفها أصل في البيئة المجتمعية أصل حوالينا، أنا متفائلة بحاجة إن إحنا إن شاء الله السنة داخلين السنة على بداية السنة الجديدة، يعني كام شهر هيبقى عندنا انتخابات محليات، الانتخابات السنة المرة دي وفقا السنة للدستور مدية المجالس المحلية سلطات السنة أكبر السنة وأوسع. أنا أتصور إن إحنا سواء بالنسبة لأبراج السنة مايلة، سواء بالنسبة لمخالفات السنة في البناء، سواء بالنسبة لحوادث غريبة زي اللي إحنا السنة شايفينها، إن السنة هيبقى فيه السنة دور السنة رقابي أسان كبير للمجالس المحلية وتدخل قبل ما نوصل أسان لمثل هذه المستويات ونشوف هذه الصور الغريبة ونعرض أرواح كتير يعني طبعا للخطر. يعني الحمد لله أنه ربنا قدر ولطف، احنا كان عندنا تجربة مشابهة برضو، عقار من 12 دور، عقار لوران الشهير، وكانت فجعة ومأساة لسه لغاية دلوقتي الأسر عايشاها يعني، فبالتالي بس هو فعلا زي ما بقول لحضرتك كل هذه الاشياء محتاجه أسان متابعه، وعشان أسان تتابع لازم أسان يكون عندك سلطات رقابيه وسلطات أسان اداريه، ويكون أسان قادر أسان على التدخل وفقا أسان للدستور. ان شاء الله الانتخابات المحليه المقبله والمجالس المحليه يبقى عندها أسان دور، مش بالنسبه أسان لده بس، يعني انا اتصور ان وفقا لهذه الصلاحيات هنلاقي أسان تغير كتير جدا أسان في البيئه المحيطه أسان يعني بينا، واتمنى نتمنى لا نتمنى ونتمنى بقى فكرة، أصل دي كلها نتاج الفساد اللي احنا كنا عايشين فيه وما زلنا.